السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم كريم من عرب اكسبلويت. النهاردة إن شاء الله هنكمل على اللود بالانسر كونفيجريشن اللي كنا بنعملها على الفورتي جيت المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت خدنا أنت إزاي ممكن تعمل لود بالانسنج على اتش تي تي بي لتو ويب سيرفرز عندك وتستخدم الفورتي جيت كلود بالانسر، وشوفنا كمان انت هنا ممكن ايه الفرق اللي بيحصل لو حطيت persistent cookie، لو عملت preserve للclient IP، وايه هو الراوند روبن، وضفنا الادرسز بتوعنا عادي. النهارده بقى عايزين نشوف احنا ازاي ممكن نعمل HTTPS، مش HTTP، مش HTTP، عايزين نشوف ازاي ممكن نعمل HTTPS. هي المفروض ان الconfiguration واحده، نفس اللي احنا عملناه هنا، يعني مجرد هناخد منه كلون وهنيجي على ال HTTPS اي انترفيس ونحط نفس ال IP حتى 10.60.100، وال virtual port طبعا هتبقى 443 و preserve. هنا بيقول لك بقى تشوز ال certificate، انت هنا ممكن تستخدم ال Fortinet defined certificate، يا اما ممكن انت تكريت على احنا نعمل CSR ونعمل لها sign من اللوكال CE server بتاعنا. نفس الكونفيجريشن اللي احنا هنعملها دي هي تعتبر نفس الكونفيجريشن لو انت publish web application وعايز تخلي الفورتيجيت بتاعتك زي هي تبقى ال SSL offloader، يعني بدل ما تعمل الانكريبشن والديكريبشن على الباك اند سيرفر ممكن تعمله على الفورتيجيت على طول. فانت احنا already كنا عاملين ال CE server، لو جينا هنا open link، لو جينا هنا كده send control alt delete، تعالى كمان ايه ندخل على الفايروول من هنا على طول بدل ما نقعد نتنطط ونداونلود السيرتيفيكت هنا كده. خلينا نعمل زوم على افتح بس ال HTTP access، هو لسه مفتوح ولا اتقفل؟ انا فاكر انا كنت فاتحه قبل كده. الانترفيسز اللان سيرفر مفتوح عليه ال HTTPS، فانا ممكن من هنا كده اعمل الكونفيجريشن. اوكي، لو جيت هنا خلينا نقفل ده وده كمان مش عايزينه. انا بس كل اللي عايزين نفتح ونجنريت السيلف سايند ريكويست ونعمل لها ساين من اللوكال سي بتاعنا. طبعا على حسب انت عايز تعمل ايه، يعني لو الويب سيرفر ده هيبقى بابليشد بابليكلي فانت ممكن تجنريت السي اس ار وبعد كده تعمل له ساين من البابليك بتاعك 20.0.100، لا .0.1 سوري .100 ده السيرفر نفسه. لو جينا هنا قلت له admin collator، هي كده اتمنى ان هي تبقى واضحة. طبعا FortiGate out of sync لان هو بيسينك مع البراوزر والتايم هنا غلط مش اكتر. لو جيت هنا system certificates قلت له generate CSR، هسمي السيرتيفيكت سيرفر ده مثلا سيرتيفيكت 2 مثلا ويب اب اندرسكور ال بي اندرسكور سيرت مثلا، ممكن اعملها بالدومين نيم اقول مثلا ويب اب دوت عرب هاكسبلويت دوت لوكال والاورجانيزيشن يونت اي تي سكيورتي والاورجانيزيشن عرب exploit ال city كويت state sorry كويت برضو ال region هتبقى كويت. ممكن احط له ال subject alternative name اللي هو ال IP 10.0.60.100 و generate alias e file based واقول له اوكي. المفروض ان هو عمل لي هنا اديت سيرتيفيكت اهي الويب اب لود بالانسر سيرت، تعال اعمل لها داونلود
تعمل لها داونلود. لو جيت اهي فين ويب اب لود بالانسر سيرت سي اس ار، لو جيت هنا قلت له اوبن ويز نوت باد اقول له اوكي. انا بس عايز اعمل لها ساين السيرتيفيكت دي بقى بتاخدها، يا اما تعمل لها ساين من اللوكال سيرتيفيكت بتاعك لوكال سي اي سيرفر عندك في المؤسسه او في الشركه اللي انت شغال فيها، يا اما بتعمل لها ساين بابليكلي بقى. فانا هنا بس اعمل لها ساين من عندي لوكال هنا كده. لو جيت قلت له اتش سوري يا ابني HTTP local host slash cert SRV. ادي الساينينج، تعالى بس نصغر الشاشة شوية مش عارف هو ليه عبيط كده. اجي هنا request certificate advanced certificate request submit certificate request، وهنا كده هقول له بس عايزة تبقى واضحة شوية، اقول له ان دي السيرتيفيكت تمبلت ده الويب سيرفر، وهاجي اخد السيرتيفيكت من هنا كده كوبي كوبي وحطها هنا كنترول في واقول له سبميت وداونلود البيس 64 انكودد سيرت save انا سيرت نيو 1. لو جيت رجعت تاني open folder المفروض ان هي دي certificate، لو خدتها هنا وقلت له import certificate no import certificate local upload وادي السيرت نيو بتاعتي اهي اوبن اهيت اقول له كرييت سيرتيفيكت كومبليتد اوكي. ولو جيت هنا تعالى ايه نخرج عشان تبقى باينه بطريقه افضل، لو جيت هنا على السيرتيفيكت عندي سيستم سيرتيفيكتس ادي الويب اب سيرتيفيكت اهي، ولو شفتها هتلاقي ان هي فيو ديتيلز ايف ويب اب سيرتيفيكت ادي الفيرجن الكومن نيم ويب اب عرب اكسبلويت دوت لوكال الاورجانيزيشن عرب اكسبلويت اي تي سكيورتي كويت كويت ريجن الايشور بتاعها الدي سي اللوكال بتاعي الدي سي سي اي، وهنا ادي الفاليديتي بتاعتها اهي سنتين من 2023 ل 2025، يعني هي كده المفروض ان هي مظبوطه اقدر استخدمها في الاتش تي تي بي اس. فلو جيت هنا على البوليسي ان اوبجكت وفيرتشوال سيرفر وخدت ده كلون وهنا ويب اب اندرسكور اتش تي تي بي اس، وجيت هنا غيرت دي اتش تي تي بي اس وحطيت له نفس ال سوري ان دوت 0 دوت تي دوت 100 على بورت 443 راوند روبن، اختار السيرتيفيكت اللي انا لسه عاملها اللي هي بتاعت الويب اب واقول له اوكي، واجي في نفس البوليسي هنا اقول له اتش تي تي بي اضيف اللي هو الويب اب اتش تي تي بي اس واقول له اوكي تمام. المفروض بقى لو رجعت هنا وجيت خليني اعمل زوم زوم تمام اوكي، لو جيت هنا قلت له https 10.0.60.100/webapp.html. شايف هو هنا اداني certificate warning، بس هو ليه اداني certificate warning؟ لان انا حطت الاي بي، بس انا المفروض ان انا كنت حاطط الاي بي، هل انا ترى حطيت الاي بي غلط؟ webapp.html تعالى كده نشوف السيرتيفيكت اللي انا عملتها، متهيألي انا حطيت ف
في ال subject alternative name حطيت له ال IP غلط. certificate لو جيت هنا view details فين subject alternative key identifier information، انا حطيت له ال IP، ما انا ممكن اشوفها من هنا. تعالى كده نشوف السيرتيفيكت من هنا، اوبشن سيرتيفيكتس ديتيلز باينه، اتمنى انها تبقى باينه. سبجكت او فين السبجكت الترناتيف نيم، مش شايفه بصراحه. ده البابليك كي ملناش دعوه بيه. هنا السيرتيفيكت فيرجن اشور فاليديتي السبجكت اللي هو الويب اب دوت عرب اكسبلويت دوت لوكال، فتقريبا هو ملوش alternative نيم. طيب احنا ممكن بقى ايه، ممكن نعمل له ريكورد في الدي ان اس، كده كده انت هتعمل له ريكورد في الدي ان اس وهو يبقى تراستد للانفايرمنت اللوكال اللي عندك طول ما السي سيرتيفيكت. تعالى نحط له ريكورد في الدي ان اس، قلت له انا كده دي ان اس تولز وجيت بدل ما انا بروح له بالنيم اروح له بال فورورد لوك اب زونز عند العرب اكسبلويت، وهقول له هنا مثلا اد نيو هوست. انا هقول له ويب اب نفس النيم اللي انا حاطه في السيرتيفيكت والاي بي بتاعه 10.0.60.100، كريت بوينتر بي تي ار واقول له اد هوست. اوكي دان، ادي النيم اهو. ولو جيت على السي ام دي، سي ام دي قلت له بنج الويب اب، تمام هو بيعمل له ريزولف اهو، الويب اب عمل له ريزولف. فالمفروض انا لو جيت هنا تعالى افتح كده نيو ام برايفت وقلت له اتش تي تي بي اس ويب اب دوت عرب اكسبلويت دوت لوكال، لا ما تهزرش. هو ايه انا حاطط النيم غلط ولا ايه؟ ويب اب دوت عرب هيكسبلويت دوت لوكال المفروض ان دي تراستد، ما تقوليش ان السيرتيفيكت دي مش انستولد. ازاي يعني؟ انا كده لو جيت قلت له سيرت، انا ممكن اوقف الفيديو واعمل ترابل شوتينج ده، بس انا عايز تبقى معايا وانا بعمل ترابل شوتينج عشان تبقى عارف ايه اللي بيحصل. يعني سيرت المفروض السيرتيفيكت دي تبقى موجوده في التراستد روت عندي، معرفش هي ليه مش موجوده. تراستد روت سيرتيفيكت المفروض ان هي تبقى موجوده اهي، المفروض ان هي اهي expiration date. امال ايه مشكلته صراحه؟ مش عارف ايه مشكلته هنا. انا ويب اب دوت عرب اكسبلويت دوت لوكال دي سي نوت بارت، طب هو ليه بالنسبة لك مش trusted؟ error set common name invalid. ما علينا، specify subject alternative name. بصراحة الموضوع مضايقني، فخليني انا هعمل يعني خلينا نفكنا من الحتة دي دلوقتي، وفي اخر الفيديو هشوف المشكلة دي كمان. انا لو قلت له سلاش ويب اب دوت اتش تي ام ال ويب اب دوت اتش تي ام ال المفروض ان هو كده اهو بيروح. ولو عملت له وانا مفعل البرزيستنس هنا ولا لا، لو جيت هنا على
ال policy and object virtual servers ال HTTP مش مفعل له persistence، فالمفروض لو جيت هنا عملت reload ادي ودعني على الوان اهو. تمام، يبقى انت هنا كده عرفت انت ممكن تروح لل HTTP او من ال HTTPS. اخر حتة بقى عايز اقولها لك، ان انت عايزينه يعمل redirect من HTTP ل HTTPS. يعني انا لو جيت هنا قلت له HTTP 10.0.60.100/webapp.html هو هنا بيوديني HTTP، انا عايزه بقى يعمل redirect ال HTTPS. موضوع يعني هو command بسيط، بتكتبه هنا على ال HTTP server ده. يعني احنا هنا عاملين نفس الكونفيجريشن، مرة كأنها HTTP ومرة HTTPS، وجايين خلينا نطلع كل الانفورميشن اللي احنا محتاجينها هنا. HTTP و HTTPS نفس السيرفر، نفس كل حاجة بس البورتس مختلفة. انت عشان تعمل حتة الريدايركت دي بتيجي على ال HTTP ده في الاديت في ال CLI. لو جيت هنا شفت قلت له شو full configuration، في هنا شايف دي set HTTP redirect disable، دي انت لو عملت لها enable هنا كده قلت له set HTTP redirect enable next end. تمام، ولو جيت هنا على السيرفر تاني وعملت له هنا ده كده not secure، عملت له reload، شايف اتحول HTTPS معاك اهو. خدت بالك من HTTP ل HTTPS. خلينا نجربها من الاول تاني عشان تبقى باينة. اقفل ده خالص ونفتح واحدة جديدة. اقفل ده وده، وتعالى نعمل واحدة حتة incognito كده، او خلينا نجرب براوزر تاني. تماما، انا كده لو قلت له HTTP وجيت قلت له webapp.arabhexploit.local enter، شايف حولك ايه ده اترستد. انا برضو استغربت، حولك HTTPS، واخد بالك؟ مش عارف اذا كانت باينه ولا لا، بس هي اتحولت HTTPS. خليني اعمل فوكس ثاني هنا كده، شايف هنا ال HTTP اتحولت HTTPS والcertificate trusted. يعني لو جيت هنا website certificate trusted وكنت، طب هي ليه في اللي فاتت ما حصلهاش trusted؟ ممكن مثلا كنت محتاج اقفل البراوزر وافتحه تاني مثلا. تعالى كده نجرب هنا كمان مرة، مرة اخيرة كده. هنا كده لو قلت له HTTP webapp arabhexploit.local/webapp.html حولها HTTPS، بس هي على البراوزر ده مش trusted، معرفش ليه، بس على الانترنت اكسبلورر trusted. بس هنا شفت يعني هو حول من HTTP ل HTTPS. لو قلت له advance continue with arabhexploit.local اهو اما دخلني على السيرفر. يبقى هي دي الحته، بس لو عايز ان انت تعمل ريدايركشن من ال HTTP ل HTTPS بتحط الاثنين وتيجي على ال HTTP سيرفر تعمل له HTTP ريدايركت وتحط الاثنين مع بعض في نفس البوليسي هنا كده. وبرده لو انت عايز تعمل لها ريستريكشن اكتر، ممكن بقى بدل الاول اللي احنا حاطينها دي تحط الويب ترافيك بس اللي هو الويب اكسس. تمام، وطبعا تقدر تفعل اي بروفايل انت عايزه وتبدا تتعامل معاه بقى كانه يعني الفيتشرز بتاعه اوف سوري، تقدر تتعامل معاه بقى الفيتشرز بتاعه الفورتي جيت اللي هو عادي، عايز تحط لها بروفايلز، عايز تعمل اي حاجه، الفورتي جيت معاك في الناحيتين، بتتعامل كانها لود بالانسر وفاير وول في نفس الوقت. تمام، اتمنى الحته دي تبقى مفهومه. هو هنا بالنسبة للإنترنت إكسبلورر الـ IE المفروض إن هي تراستد، بس ما أعرفش ليه بالنسبة للـ Edge مش تراستد. HTTPS webapp.arabexploit.local ما طلع ليش warning ولا أي حاجة.
هنا بيطلع warning. طب ليه بيطلع warning؟ هيقول لك don't consider to you have chosen to turn off security warning for the site. اوكي ايه مشكلتك هنا؟ فاتش از بوسبل كده suggested the site and avoid it. المفروض ان هي ما تعملش كده بصراحه. ويب اب عرب هيكسبلويت دوت لوكال اكسبلويت وهنا السي ان نيم. المفروض ان هي ما تعملش الكونفيجريشن ده. المفروض ان هي ما تديش الوارنينج ده. يعني في الطبيعي المفروض ما تديش الوارنينج زي الاي اي، بس هنا الايدج مطلع وارنينج. فانا ممكن بقى بعدها اشوف ليه ونشوف ايه مشكلتها. بس احنا كده خدنا انت ازاي ممكن تعمل اتش تي تي بي اس، ازاي ممكن تساين سيرتيفيكت، تعمل تجنريت سي اس ار وتعمل لها سايننج من اللوكال سي بتاعك، وازاي انت ممكن تعمل ريدايركت اتش تي تي بي ل اتش تي تي بي اس لو انت مستخدم ال 40 جيت ك لود بالانسر. تمام، اتمنى الحته دي كانت مفهومه، وان شاء الله في الفيديوهات الجايه هنشوف بزنس كيس تانية غير اللود بالانسر. في كذا بزنس كيس في دماغي كده ان شاء الله هنعملهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.